سلام، أهلا بكم في هذا الدرس. سوف نتعلم عن اللوب فور في النود جي اس. دونك اللوب فور في النود جي اس هي سامبل كوم توت لي لوب دو لونغاج دو بروغراماسيون، يعني كوم سي شارب، جافا، سي بلاس بلاس، نفس الشيء. يعني تكتب فور، تفتح قوسين، تكتب تروا بارامتر نيسيسير. الأولى سي لينيسياليزاسيون، بار اكزومبل اف ايكال ا زيرو، كومونس ا زيرو، بعد ابري اف أقل من أو تساوي باغ إكزومبل 3. أبري هنا سي لو كونديسيو داري. أبري نكتبو لانكريمونتاسيون إف بلاس بلاس. أبري إين فوا كتبنا لي 3 بارامتر تاع الفور، نجيو واش تعمل الفور أنتر لي زاكولا دي دو، واش تعمل لنا الفور. نكتبو هنايا بتيت ميساج كونسول دوت لوغ. في دوت لوغ هذا نقولولو باغ إكزومبل بتيت ميساج سامبل هاي فروم فروم لوب فور نود جي اس. فوالا بتيت ميساج سامبل. دونك حنا حابين نعرفو الميكانيزم كيفاش تعمل هادي اللوب فور. حنا نيكزيكيتيو اكزيكيسيون نورمال، شوفو بلي اكزيكيتيت لنا ان فوا، دو فوا، تروا فوا، كات فوا. هادي سيتي تنفيذ عادي، يعني اكزيكيتيها كات فوا. كونديسيو داري اقل من يساوي 3، معنتها واش؟ معنتها الاف تاعنا راهو في الانترفال، عفوا ديرو كومونتير، الاف تاعنا راهو في الانترفال تاع واش؟ راهو في الانترفال تاع 0 حتى 3. من 0 حتى 3 تكون نتايا 3 فوا اكزيكيتي لنا سيت ميساج، هذا الميساج او بيان سو ميساج. دونك 1 2 3 4 مي با كونتر 4 باسكو اون ا كومونسي دو 1. Donc, par exemple, commencer de parce qu'on a commencé de 0, on par exemple commencer de 1. Donc, c'est bon, 1, bah, il y a ça, il y a une ligne. 1, il y a ça. Il y a là. Afin. Ctrl C. Ctrl V, je suis mort de la barre qui est bien là. Mais là, il y a affiché le 1 ou 2, 3. Il y a affiché la 3 fois. نعم 3 فوا 1 2 3 دونك سا ديبو الكونديسيون انيشيال كيفاش تايا حاب تبدا الكونديسيون انيشيال تاعك. دونك هادي البوكل فور، تكتب فور، تكتب لي 3 لينيسياليزاسيون لو كونديسيون داري الى لانكريمون، يعني اشاك فوا انكريمونتي. وهذا هو الميساج تاعك اشاك فوا انكريمونتي، هذا هو الميساج لي كيزيكيتي لي يعمل له تنفيذ اونتر شاك شاك انكريمونتاسيون تاع الاف. دونك باش نفهمو مليح الميكانيزم تاع الاف كيفاش تخدم، ديرو ان بريك بوينت، ديرو كونسوم من ستارت بروغرام من يبدا، ونديرو ديبوغر. ديبوغر راح ينعتنا كيفاش ينطلق البروغرام ستيب بار ستيب. هادي هي الانترفاس تاع ديبوغر. حنا نتريسيو الكونسول ونتريسيو الستيب اوفر كليكي، يعني هنا كي بوينت على هادي ماراحش بوينت على هادي. اول حاجة انيسيالمون هو ديجا فيريفا هنا الاف ايكال ا، الاف ايكال ا اقل من يساوي 3، يعني اكزيكيتا لنا هذه لان الكونديسيون انيسيالمون راهم حق اكزيكيتاها. ومن بعد ابري انتقل للفور، واش دار كي انتقل للفور؟ بوانتي عليها. الان في هذه الحاله راح ينكريمونتي الاف، كانت اتولي 2، كنشوفو الاف كومبيان. الاف انيسيالمون هي 0، مانتنو مازال وون بوينتي عليها، درك ينكريمونتي ويتحقق من الشرط ويعاود يهبط. فوالا درك كون نجيو، كون نجيو كان اون فوا انتقل منها، شوف الاف دوفيان ان، نشوفو ا دوفيان دو باسكو حنا لي انسيالمون كومونسا ان، دونك راح تولي دو. فوالا اف راح تولي دو، هنا ايسي راح تولي دو اقل من يساوي 3، نعم راح يهبط، راح يدخل انتر ديزاكولا ويكزيكيتي. نعاود او اكزيكيتاها ابري زاد انتقل لهن، واش راح يدي دو تولي 3 يهبط تولي الاف 3. نعم 3 اقل من او تساوي 3، نعم راح يافيشي او افيشها 3. بعد ابري يجي الاف راح ينكريمونتيها بالكات، ومن بعد الكات اقل من او تساوي 3، لا يعني نشوفو هنايا ما جاناش على هذه هنا، يعني ما افيشناش اصلا. درك كون نجيو شوف هنا في التافيشات اون رو، كون نجيو الاف ولات كات كات، وهنايا الاف
cut. شو كات أقل من يسوي ثلاثة؟ لا. step into. يعني هنا أتوقف الديبوجر خلاص. process finished. ممكن هنا انتقل للنهاية process لأنه الاف كات أقل من يسوي ثلاثة لا شرط غير متحقق ما يدخلش أصلا في هذه البوكل. راح يخرج out. دونك هذه الميكانيزم تاع البوكل فور كيفاش يعني يتم ليكزيكيسيو ستيب بار ستيب. خلاص القول هو انه الفور هي واش هي لا بوكل اللي نستعملوها افيك دو زاكولا دو هادو القوسين هادو تستعمل لينيسياليزاسيون الكونديسيون كيفاش يتوقف وتنكريمونتي على شاك فوا وهنايا اونتر هادو لي زاكولا العقوفتين هادو تكتب انت واش حاب تيكزيكيتي كوم كود سوا تعمل ابيل ان فونكسيون سوا تافيشي ميساج كوم ما في سي دونك انت ولك الخيار. دونك هذه هي الفور. نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله.